يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآية دي يا جماعة هي معنى لا إله إلا الله، لأن كلمة لا إله إلا الله بتتكون من ركنين: لا إله نفي، والنفي ده الركن الأول، وإلا الله إثبات، وده الركن الثاني. فلما تقول لا إله يعني نفيت جميع الآلهة والمعبودات الباطلة من قلبك، كلهم جدعتهم برا. ولما تقول إلا الله أثبتت الإلهية والعبادة الحق لله عز وجل، أنا قلت لا إله إلا الله، فهي نفي وإثبات. كذلك هذه الآية واعبدوا الله ده إثبات، ولا تشركوا به شيئا ده نفي، وده معنى للا إله إلا الله، ودي خلاصة الدين، خلاصة الإسلام، وأساس الملة وأساس الدين، إنك تعبد الله وما تشرك بربنا سبحانه وتعالى في العبادة شيء، ده أساس الدين. أما العبادات، الناس بيظن إنه العبادات الصلاة بس والحج والصيام رمضان وكده، العبادات كثيرة، منها عبادات ظاهرة ومنها عبادات باطنة. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما عرف العبادة قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة زي الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، والأعمال الباطنة والعبادات الباطنة اللي بتكون في القلب زي عبادة الخوف، خوف السر اللي هو خوف العبادة الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله، وتكلم عنه المتحدث من قبلي. وكذلك التوكل بعبادة قلبية، لأن العلماء لما عرفوا التوكل قالوا هو عزم القلب، قالوا صدق التجاء القلب إلى الله عز وجل في دفع المنافع وجلب المضار مع الأخذ بالأسباب. وربنا قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، إلى غيرها من الآيات. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومن العبادات القلبية أيضا والباطنة، عبادة الباطنة تكون جوا في القلب، الرجاء وغيرها من العبادات. فكل العبادات الظاهرة والباطنة ما يجوز تصرف أي عبادة من العبادات دي إلا لله. مثال: الواحد الليلة لو فرش المصلاية وقال نويت أصلي صلاة العشاء للشيخ حسن وتحسونة، الله أكبر، صلاته ما له؟ صلاة باطلة، لأنه ما نوى إنه يصلي لله، رغم إنه حتى لو قدرت تصلي لله ما يجوز تقول نويت أصلي صلاة العشاء لله أربع ركعات كزي ما بقول بعض الناس، المفروض ما يتلفظ بالنية. لكن المهم إذا صرف عبادة الصلاة لغير الله ده أشرك وصلاته باطلة. ليه؟ لأن الصلاة عبادة ما يجوز صرفها إلا لله. كذلك يا جماعة الحج، واحد قال أنا ما ماشي حق لله، ماشي حق لسيدي أو شيخي فلان، ده حج باطل لأنه ما حج لله. ربنا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج لله ما لغير ربنا من الشيوخ والأسياد. كذلك لو زور رفع يدين وقال يا شيخ فلان مدد، أو يا سيدي فلان تنجدني وتفزعني وتنزل لنا المطر، أو تدي مرتي الجنة ما ولدت، أو
صرف عبادة الدعاء لغير الله، ده برضو أشرك بالله وعبادته دي باطلة وخرج من الدين لأنه أشرك. ربنا قال في الزول اللي بيدعو غير الله، ربنا قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وبعدين ليه الناس بيلجؤوا لغير الله؟ الآن يمشوا للقبب ويمشوا للأضرحة ويمشوا للمزارات تحت الشيوخ والقبور، ليه؟ أول حاجة غير ربنا ما عنده حاجة، لو كان عنده حاجة وبينفع وبيضر ما كان مات. عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ما بيخلق شيء، يبقى ما مالك حاجة ولا بيستطيع، عشان كده ما بيخلق. وكذلك هو مخلوق، مخلوق يعني خلق الخالق الله سبحانه وتعالى، يبقى ما يملك لك حاجة لأنه ذاته مخلوق. وربنا قال أموات، وأصل الميت غير الحي، لكن ربنا قال أموات غير أحياء عشان يأكد لك ضعف وعدم حيلة هؤلاء. زول ضعيف وما عنده حيلة وميت، بعد الناس يمشوا له يا أخي؟ وبعدين هم نزلوا في القبر براهم، نزلوا تحت، كيف يجي يمشوا له يقول له تدينا وتنجدنا وتفزعنا وتنزل لنا المطر ويا بيعماها في سماها ويبقرون الأسرع من التلفون وإلى آخره. هم نزلوا في القبر براهم قبيل، شالوا في العنقريب ورسلوا جماعة قدامهم بالبوكسي، حفروا القبر وعملوا والدلاحات زي ما هم بيقولوا ونزلوا تحت وكمدوا بالطوب. طوب يا زول والله لو دخلوا حي ما بيقدر يدفل الطوب ده، خليه يدخلوا ميت. فبعد ذاك ردموا تراب، وبعد ذاك جابوا له قبة وعملوا به طبلة كمان في الباب. كيف يدعو من دون الله سبحانه وتعالى؟ ما يجوز هذا الكلام. وهذا هو الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. وإن صلى صاحبه وصام، أي زول يدعو غير الله كان دعيت ميت ولا حي، دعيت لك زول غايب، أنت أشركت بالله. وربنا سبحانه وتعالى نهى عن دعاء غيره، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودي من أعظم، ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال ما تدعو إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه قال ما تدعو إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس، قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال لي ادعوني أنا الرسول، قال لي إذا سألت دار تدعو ودار تسأل، أسأل منه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى. عشان كده هنا ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ففي الآية دي ربنا نهى وحرم إنه الإنسان يدعو غيره، حرام. ربنا قال فلا تدعوا مع الله أحدا. والله القرآن ده واضح، لكن الناس الليلة بتلولوا براهم، والقرآن صريح واضح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيّن إنه من دعا غيره سبحانه وتعالى ده ما في أضل منه، بل قال ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما بيستجيب لك لحد يوم القيامة وهو غافل عن دعائك. وربنا سبحانه وتعالى قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. صح، هم بيسموا الشرك والكفر ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، بيقول لك ده توسل، دي وسيلة. والحجة دي نفس حجة المشركين الأوائل، كان بيدعو غير الله بيقولوا دي شنو؟ وسيلة. فربنا عز وجل قال لهم دعاكم لغير الله ده مش وسيلة، ده عبادة لغير الله. قال تعالى
ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقالوا ذل بيقربونا لأنه ذل واسطة ووسيلة بينه وبين الله. الله قال لهم دي عبادة لغير الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهم ذاتهم اعترفوا إنه دي عبادة لغير الله، لكن قالوا بس ذل بيقربونا وبوصلونا، دي وسيلة واسطة. عشان كده الليلة المشركين بتاعنا الليلة لما تتكلم لهم عن دعاء غير الله وتقول لهم ربنا عز وجل قال ده شرك عديل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ده بودي النار لقوله عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. كلام واضح. لما تقول لهم الآيات والأحاديث النبوية الواضحة دي يقول لك مولانا ده توسل، وديل وسيلتنا لله، وديل ناس نضاف ونحن وسخانين، هم الاثنين وسخانين. لكن قول ديل نضاف، قول ديل نضاف يا اخي. ربنا حرم انك تعبد احد، مش بقى شيخ طريقه، رسول ما تعبد من دون الله، رسول ما تعبد من دون الله. عشان كده ربنا عز وجل قال وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. وربنا ما رسل أي رسول من الرسل إلا لعبادته. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدي من أوضح صور الشرك الموجودة الليلة، وهي المصيبة الأكبر في الدنيا. عشان كده شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله لما نعرف الشرك، مع ان الشرك انواعه كثيره، دعاء غير الله وذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثه بغير الله الى اخره، قال الشرك هو دعوه غيره معه. عرفوا بدعاء غير الله عز وجل بصوره واحده من صور الشرك، ونوع واحد من انواع الشرك الكثيره. ليه؟ لانه دعاء غير الله ده اكثر نوع حاصل الليله من انواع الشرك ومن صور الشرك الحاصلة الليلة. عشان كده الآن بيشيدوا القبب، يبنوه على القبور، قبر الشيوخ. ليه؟ عشان يمشوا يستغيثوا بهم ويدعوهم من دون الله تبارك وتعالى. ودل ما عندهم حاجة. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. خليك معي شوف القرآن ده واضح كيف. الله قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الناس اللي بتمشي تدعوهم، الميتين مدفونين تحت القبة ديل، وما تخلعك القبة لأنه في قبب عاملينها خلع، خلع طابقين، واحدة ثلاثة طوابق ولا أربعة، واحدة موصل لها قالوا مكيف جوا فريون، عرفت كيف؟ ده كله ما يخلعك. الله قال في النهاية مش إن هو ذاته بقى مكيف، الله قال عباد أمثالكم، عبد زيك. ربنا قال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما بيستجيب لك لأنه ميت. ألهم أرجل يمشون بها؟ ميت قاعد تحت التراب. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم. ديل شركة، لكن شركة بتعينكم انتم، لأن الله ما عنده شريك على الحقيقة. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فأدد الحاصل الليلة، وده السبب المؤخرنا الليلة في البلد دي وفي بلاد المسلمين في العالم. السبب المؤخر انه في طائفة كبيرة من المنتسبين إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم انتسابا، ديل بيصرفوا العبادة للميتين وللقبب وللقبور. والكلام دائما في العقيدة وفي التوحيد والنهي عن الشرك كلام حار وفيه مشاكل كثيرة، لكن يا جماعة ده الطريق الحق وده طريق الرسل. لازم الناس تسلكوا، ولازم ننكر على هؤلاء ما هم فيه من الشرك العظيم والكفر بالله سبحانه وتعالى البواحة الصريحة الواضحة.
وشوفي بعض الجماعات الضالة المنحرفة من الخوارج وغيرهم، إذا السكر غلى ممكن يعملوا مظاهرة، ولك الحاكم ظالم، غلى السكر وغلى الصلصة. لكن للناس اللي بيعبدوا القبب ويعبدوا غير الله ديل، يوم ما سمعنا مظاهرة خرجت ضد عباد القبب والقبور. سمعت مظاهرة زي دي، مع إنه المظاهرات حرام، كان ليدي ليدي، وما من صنايع المسلمين أصلا، هي من صنايع اليهود والنصارى زي ما قال ابن عثيمين رحمه الله، هي بدعة ذات. لكن أنا دار أوريك تناقض هؤلاء، إذا الصلصة غلت ممكن يسيروا مظاهرة ويحرقوا اللساتك ويكسروا العربات ويفلقوا البيوت، صلصة غلت. لكن يعاينوا فيه المشركين اللي بيعبدوا القبور والقبب ديل، ومش ما بيطلعوا ضدهم مظاهرة، ما بينكروا عليهم ذات. بل انت لما تتكلم في هذا الشرك وعبادة القبب والقبور، ولا قام مولانا عليك الله خلينا يا فكنا يا اخي، شوف الصلصة ما شايفها غلت. فناس مجارمة وناس متناقضين يا اخي، ده ظلم، ظلم، وهو الظلم الأكبر، شرك عديل. ربنا قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم، تقول لي الصلصة غلت؟ فالناس حقه تفهم إنه السبب في ضيق المعيشة وتدهور الاقتصاد والخوف من الأعداء من اليهود والنصارى وغيرهم هو الشرك. ربنا قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. السبب ربنا قال: بما أشركوا بالله. والله هذا السبب. الليلة في كم قبة في البلد تعبد، في كم طريقة، وكل طريقة فيها كم، فيها عشرات الآلاف وبعضها فيها مئات الآلاف من السودانيين ديل، كلهم أتبع الطريقة ديل بيعبدوا الشيخ ده، حي يقبلوا له كرعينه ويسجدوا له، يسجد له عديل سجود، ميت يمشي يتبركوا بالقبة بتاعته ويسفوا التراب، بل يطوفوا بقبره كما يطوف المسلمون والموحدون بالكعبة ببيت الله الحرام. وربنا قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف لا يكون إلا ببيت الله الحرام، بالكعبة في مكة هناك. الليلة قبوبنا دي بيطوفوا بها الناس، والنساوين المرأة ما بتجي تشيل تراب، بالليلة نزلوا قلب التراب، الصباح النساوين كل واحد يشيل لها كوم ب50 وب250، حيران ياكلوا بها العتان وقاعدين بقروش النساوين. وده الواقع الليلة في البلد دي يا جماعة. امشي امشي الآن شوف الحاصل شنو في البلد دي، في الأسواق هنا ده، واحد الله يرزقه بدكان ناصية في نص السوق، ناصية في نص السوق، إن دار يبيعه ممكن يجيب له مليار أقل حاجة. الله أداه القروش دي، بدل ما يقول أحمد الله يقوم يعلق له حجاب يقول عشان يحفظ له الدكان. طيب الحجاب ده قبل ما أداك الدكان ليه؟ إذا كان الحجاب ده بينفع وبيضر وبيحفظ، ليه الحجاب ده ما أداك الدكان ليه ذاته بمليار ده؟ أداك ليه والله ما أداك ليه الحجاب؟ عشان كده ربنا عز وجل قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. زول الله ينعم عليه نعمة، بدل ما يقول الحمد لله يحمد الفقراء والفكية وأصحاب القبب. ولذلك روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى إني، أو كما قال: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، إلى أن قال: حتى أشركوا بالله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشياطين ميلت الناس من الحنيفية السمحة من التوحيد من العقيدة الصحيحة لحد ما وقعتهم في الشرك بالله. والشرك ده شنو؟ الشرك ده ما كان حق ناس أبو جهل وأبو لهب بس الزمان ديك، واللي بيجيبوه لك في المسلسلات اللي بيسموها دينيه وما عندها علاقه بالدين ذاته. ده ما هو شرك بس. الشرك هو القبب دي، عباده القبب دي،
والتوكل عليها خلاص، والتبرك مع اعتقاد النفع فيها، والطواف تقربا لأصحابها والاستغاثة والدعاء لأصحابها، يا شيخ فلان مدد، يا شيخ فلان تنجدني وتبزعني، ده الشرك ذاته. الشرك والكفر زي شنو؟ زي تعليق الحجبات، حجاب يقول يعلقوا في الدكان أو يعلقوا في يده أو يعلقوا في نصه، ويقول لك ده حجاب يا زول بتاع رزق. طيب الفكي باعه ولا اداك له سعر؟ يقول لك والله هو سعره 300 لكن نقص لي 50. يعني الفكي ده الرزق واداك حجاب رزق، كيف يعني؟ لو كان الحجاب ده بالرزق بيجيب رزق، الفكي ما كان شال منك رزق قروش 250، كان اكله مش لبسه، كان اكله عديل بلعه وعمل له رزق. لكن ده شغل باطل، حتى العقل يرفض الكلام ده. اما الشرع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم، التمائم والحجابات دي ذات كان من كمون، ولا اللي بيعملوها الشباب يعملوا حجاب بألمونيا كده صغير، حاجة ظريفة يقول لك. يعني شنو يعني؟ أنت قصدك شرك ظريف؟ ما في شرك ظريف، ده كفر وشرك بالله. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كله ده شرك. الرقى مقصود بها الرقية بتاعت الجماعة ديل الصوفية ديل، دي هي الشرك بالله ذاته. أما الرقية من القرآن والسنة دي صحيحة، لكن بس ما تمشي للجماعة الفاتحين بيوت وعاملين يافطة شيخ فلان عبد الرحمن لعلاج المس والشنو كده من الشيطان والآخرة، كله باطل، كله باطل، ودي بدعة ذاته. وده لازم دار ياكلوا قروشك، صح أبو دقن، لكن أبو دقن محتال، تقال الدقون دي كلها ماشية صح؟ أغلبها احتيال، ها رأيك شنو؟ هدقين في حد ذاته سنة واجبة وما عندها ذنب، لكن هم عملوا احتيال. ما تتغشى يقول لا ده ما صوفي، لا ده أنصار سنة، برضه محتال، ما تمشي له. قرآن اقرأ لنفسك، اللي يقول لك الجلسة بمليون والمصحف بستين جنيه، مصحف كامل 114 سورة، يجي يقرأ لك ياخذ نص صفحة يشيل منك مليون؟ أنت ما بتقدر تحسبها صح ولا شنو؟ فده كله باطل. وخدت لي سكرتيرة برا، شفت كيف؟ ويغشك يقول لك والله عندك ثلاثة شياطين، مرق واحد وفضل اثنين. أنت عرفتهم كيف الشياطين؟ إلا تكون أنت معاهم حتى أنت تعرفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو هريرة عن الشيطان شنو؟ قال له صدقك وهو شنو؟ كذوب، ما صدوق، كذوب، الشيطان كذاب. شيطان يكلم الفقير يقول إحنا ثلاثة، يقوموا يصدقوا ويتونس معاه كمان، ها أنتوا ضناقلة؟ أهو جيتوا من وين؟ ده كله باطل، كله كلام فارغ. وده الفوكية برضه، لكن فوكية من نوع آخر. إحنا ما بنقول ده المشركين وكفار زي ديك، لكن ده والله محتالين ومجرمين ذاته. هنا في الحتات دي، في انا شايف بيوت فاتحينها وعمارات من كده للعلاج بالقران، ده كله باطل. اقرا يا اخي لنفسك بيقين وبعقيده صافيه باخلاص لله سبحانه وتعالى، والله لو قريت ايه واحده تكون لك سبب في شفاء. لكن المشكله انك تكون ذو المخلص ومعتقد في ربنا عقيده قويه. ابن حجر قال لو ما رغيت ذاته وعمل لك اخطر نوع من انواع السحر وانت متوكل على الله حق التوكل، قال ما بضرك ذاته، ما بضرك ذاته، خليه كمان تجي تقرا قران وتدعو الله سبحانه وتعالى وتستغيث بالله عز وجل. فما تضيعوا زمنكم مع الفكايا والمجار مديل، وده كله باطل يا ناس. وانا بستغرب يا اخي، زول نحن بنحذره ما تمشي لناس ياكلوا قروشك، كان سحرة ولا كهنة ولا جماعة زي ديل ولا غيرهم، والناس بيرفضوا كلامنا، لكن يجي زول فكيف يفرش له مخلاه هنا ويغش الناس بيحب الرسول، هو ابعد الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل بيحب النبي يجي فوق؟ هر يجي فوق، هو تعيد هر او هر ما عارف شنو. والله واحد يوم لقيته في المحطه الوسطى بحري بيغش الجماعه، قال اللي بيحب النبي يقوم فوق يرفع يده، الجماعه يرفع يدينه. هل حب النبي بيرفع اليد؟ هل بيرفع اليد؟ يا اخي صحح الالباني رحمه الله، شوف الحديث، حديث عجيب، كيف يوريك كيفية حب النبي صلى الله عليه وسلم، الحب الحقيقي الصادق. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما وبقي فضلة وضوئه فاقتسمها الصحابة، ودي بركة في الرسول يا جماعة، سابت فيه عليه الصلاة والسلام. ما يجي الليلة شيخ طريقة يقول لك الرسول كان يتبرك به، أنا أتبرك به، أنت رسول؟ لا أمشي، أنت ما يتبرك بك. شيخ بن باز قال لأن القياس، ماذا قياس؟ ده يقيس نفسه بالرسول. قال لأن القياس لا بد فيه من
تسوية الفرع بالأصل. الفرع دار تقيسه ده على المقيس عليه لا بد يستو، فلا يمكن شيخ طريقة يساوي الرسول عشان يقيس نفسه. قال يقول لك أنا الرسول يتبرك به وتعالى يتبرك لي يتكل لك يده كده، ده زول دجال وزول مجرم ما بيساوي النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الصحابة فيهم الكلام ده اتبركوا بالرسول، لكن ما في واحد من الصحابة اتبرك بمنه؟ أبو بكر الصديق، ولا في واحد من الصحابة اتبرك بعمر بن الخطاب ولا بعثمان ولا بعلي رضي الله عن الجميع. ليه؟ لأنه ذل كلهم مع عظيم مكانتهم ما في واحد فيهم بيساوي من يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما قال لما تفعلون هذا؟ قالوا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن كنتم تحبون الله ورسوله فاصدقوا الحديث. وذكر خصلة ثانية نسيت الآن، فقال لهم إذا كنت تحب الله والرسول أصدقوا يا جماعة الحديث. شيخ الألباني قال ده معناته إنه نقلوا لحاجة أرفع، مع إنه التبرك به جائز وبفضلة وضوء جائز، لكن لحاجة أعظم من هذا التبرك وهو العمل. قال صدق فاصدقوا الحديث، وذكر خصلة أخرى هي من مكارم الأخلاق أيضا. وهذا الحديث مصداق لقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فده الحب الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام يكون بالعمل يا جماعة. زي مثال قال لهم اصدقوا الحديث وغيره من الصفات والأعمال. فحب الله عز وجل وحب النبي عليه الصلاة والسلام يكون بالعمل، ما بالمديح ولا بالنوبة ولا بالرقيص والنطيط. أمشي أي طريقة تعجبك، أي طريقة من الطرق الموجودة في البلد أمشي غير الرقيص والنوبة والنطيط وحتى النبك ما عندهم أي حاجة ولا إيش. حتى حتة إنه عندنا خلوة بنحفظ القرآن ده كله كذب. صح في خلوة، لكن الخلوة دي عبارة عن صيدلية بيجيب لهم قروش، أو فرن بيجيب لهم القروش، أو شركة أو بنك بيدخل لهم القروش بس. خدت لهم 11 شافع قاعدين ياكلوا كشرة معفنة وجبة واحدة في اليوم ناشفة، والشيخ قاعد جوا شفت كيف زي الجرينتي، شيخ ذاته دولاب بس قاعد جوا وراكب كروزر آخر موديل بيقروش. شوفوا بعدين أي واحد من الخليج طوال يقول له أقرو 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 سريع أقرو أقرو أدفع، يدفع القروش يتخارج يدور النوبة وراه. وده الحاصل الليلة في البلد دي، ناس تجار باسم الدين وما عندهم أي علاقة بالدين الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما تتكلم فيه يقول لك حفظوا القرآن، والله ده كله كذب. والخلاوة دي جماعة دي اللي أنا بقصد ناس الطرق دي تحديدا أي طريقة ما فاتحنا إلا مأكلة ونفاق، مأكلة عشان تجيب لهم دعم. لأنه أنت لو جبت زول من برا وقلت له شوف قاعدين نرقص ما بديك قروش، لكن لو جبته وقلت له شوف ده بيقروا قرآن بديك قروش. وبيجيب لك شوال الدقيق، وبعدين بيجيب له شوال الدقيق يبيعوه يركبوا بيه عربات، كلهم بيسووا كده. فده كله باطل يا ناس، والطرق دي كلها على ضلال شت. وربنا سبحانه وتعالى بين ذلك في القرآن. القرآن ده فيه بيان أي حاجة ويتكلم عن كل زمان ومكان. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، السبل الطرق طرق الضلال، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نقدم الشيخ محمد البدوي.